تعالوا نتكلم شوية على التكريمات اللي قدمها رئيس الجمهورية في عيد الشرطة. وأنا قلت لكم من أكتر الحاجات اللي كانت أسعدتني قوي النهاردة إنه فناننا نجمنا الكبير العظيم رحمة الله عليه أستاذ صلاح ذو الفقار كان من ضمن المكرمين النهاردة باعتباره واحد من أبطال عيد الشرطة التاريخي اللي هي ملاحم الشرطة 51-52. ودكتور منى ذو الفقار النهاردة كانت هي اللي بتستلم هذا التكريم. وانا برضو سعدت جدا انها شفتها النهاردة، انا ما شفتهاش من زمان. زي حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا اهلا. ازاي حضرتك يا دكتور منى؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. النهارده كان يوم جميل جدا 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 والله. رائع فعلا. كان يوم رائع. كنت يا دكتور متوقعه انه الوالد النهارده هيكرم في عيد الشرطه بعد 71 سنه؟ لا طبعا، قبل السنه دي ما كنتش متوقعه، لانه الوقت فات من زمان، وكنت فاكرة يعني انه لو كان حصل تكريم كان يبقى حصل من مدة، ما كنتش متوقع، لكن كانت مفاجأة سعيدة جدا، وكنت فخورة جدا، لانه السنة دي وزارة الداخلية يعني قررت توثق قصص البطولات وتكرم كل الأبطال في كل المراحل، لأنها أولا قصص جميلة وبتقدم نماذج لأبطال فعلا ضحوا بحياتهم وكانوا مثال للوطنية وللتضحية وللوفاء، وفي نفس الوقت لما الدولة كرمهم والرئيس كرمهم، ده بيدي أيضا مثل وتشجيع لكل الأبطال من الأجيال التالية إنها تصمم إنها هي كمان تبقى صاحبة بطولات يعني. فدي حاجة جميلة يعني، كنت سعيدة جدا جدا ومتأثرة جدا، ما أقدرش أقول لك. والله كلنا يعني، أنا كان جزء من الحاجات اللي فكرت فيها أول ما لقيت الاسم لسه، وهم حتى كانوا الإخوة الفنانين هم بيجسدوا الملحمة على الستيج أو على المسرح، فلفت انتباهي جدا. وأول فكرة جت في بالي بالظبط كده، عيسى العوام يا ما جسد أدوار. لما الريس قال بقى لازم الحاجات دي تتعمل دراما، قلت وآن الأوان إنه حد هيجسد عيسى العوام، حد هيجسد شخصية الأستاذ صلاح ذو الفقار في بطولته وفي ملحمته هو وزملاء الضباط من 71 سنة. أنا عايزة أقول لك إنه طبعا دي تبقى حاجة جميلة جدا، وياريت ينفذوها، وأنا أعتقد إنهم يعني في الداخلية وفي فرق وفنانين ومواهب وكده بتتعاون معاهم، ممكن يعملوا حاجات جميلة جدا ويطلعوا قصص بقى، قصص حقيقية تتقدم. اللي عايزة أقوله لك كمان إن أنا ما كنتش أعرف حاجة عن البطولات دي خالص، لأنه بابا ما كانش بيحكي عليها خالص يعني، عارف. وكان اللي حكالي هو اللي هو حسن الألفي لما جاي عزينا طبعا، وزير الداخلية الأسبق، لواء حسن الألفي وزير الداخلية، وكان في دفعة الطلبة بابا أستاذهم يعني في كلية الشرطة في سنة 56. فهو قال لي باباكي أخذني أنا و 18 طالب ولا 17 طالب من الدفعة، وطلع بينا بإذن خاص على خط القنال عشان ننفذ عمليات فدائية في سنة 56 ضد العدوان الثلاثي. يا نهار. فهو اللي حكالي يعني، دي قصة برضو أنا مكنتش أعرفها. وطبعا سألته بقى أمال أنا كنت فاكرة معركة الإسماعيلية وكده، قال لي لا دي غير دي يعني، هو أيضا تطوع وطلع في معركة الإسماعيلية، وكان دورهم في معركة الإسماعيلية كلهم كان
عمليات فدائية، وكان مين الفدائيين؟ الشعب المصري اللي كان بيتعاون معاهم، هم كانوا بيخططوا وبيدوا خرائط المخازن الذخيرة ويساعدوهم بكل الطرق، وكان في تلاحم رائع. يعني هي قصة التلاحم دي هي قصة البطولة اللي لازم تتخلف، يعني اللي بين ضباط الشرطة وبين الشعب المصري على خط القناة. طب دكتور، يعني أولا كده أنا كسبت معلومة جديدة، لأن أنا برضو ما كنتش أعرف أنه الفنان الكبير سعد الفقار كان ايضا له بطولات في 56، فاظن ان احنا والمشاهدين كسبنا معلومه جديده كمان. يفضل لي حاجتين نفسي بجد اسال عليهم. واحد، ايه اللي خلاه دخل السينما؟ الحدوته دي ايه؟ والحاجه الثانيه، وحقيقي بجد والله العظيم، يعني حضرتك عارف انا احبك واحترمك واقدرك قد ايه، بس انا فعلا بحب الوالد جدا من وانا طفل، عيل صغير قد كده، يعني عيل صغير بشورت، احبه قوي. فطول عمري عايز اقول لك انه اجمل حاجه في الدنيا سابها لنا هي محبه الناس. يعني ما تتصورش. وازاي عايشه يظهر بقى، عشان الافلام بتتعرض على كل القنوات وعلى الانترنت وكده، فهو فضل موجود في ذاكره الناس وفضلت المحبه. يعني انا لسه كنت قريب في حته بقول لهم، يعني محاضرة كتير بروح في حتت كده، فلقيت بنات صغيرين داخلين يقولوا لي انتي فلانة بنت فلان. قلت لهم فواحدة منهم قالت لي ده فتى احلامي. والله العظيم كنت هعيط، بنتي انتي شفتيه فين اساسا؟ قالت لي في الافلام. الافلام طبعا طبعا، اصله هو فعلا فعلا الله يرحمه يا رب، هو قريب زي ما بيتقال، يعني احنا كنا نشوف فنان بديع وفي نفس الوقت عنده خفة ظل وعفوية وحضور طاغي طاغي. جميل فعلا. جميل. دخل السينما ازاي يا دكتور؟ يعني انا النهارده كنت فخورة قوي يا يوسف، واول مرة احس ان انا في تكريم لبابايا، وان انا بنت البطل مش بنت الفنان اللي بياخد احسن مش عارف ممثل. أيوه. وأحسن منتج وافضل فيلم، دول شفتهم كتير. صحيح. كتير يعني. صحيح. وكنت بفتخر وبسعد، النهارده افتخار من نوع خاص جدا ومؤثر جدا. انا النهارده كنت بنت البطل، فحاجه يعني ما تتصورش احساسي كان ايه، ما تتصورش. ده يا بخت العيله كلها بصراحه، يا بخت العيله يا بخت العيله. طب حاجه كمان، في كلمات سريعه دارت ما بين دكتور منى وما بين فخامه الرئيس، كانت ايه؟ والله كلها كلام تشجيع ومجامله لطيفه وكده، يعني بتبقى دايما هو الرئيس دايما كده، يعني كل الناس اللي بيكرمهم او بيبقى يعني بيطيب خاطرهم ويشجعهم ويشكرهم، وبيبقى في منتهى التواضع والكرم. هو بيبقى كلام كده عفوي وطالع كلام جميل، والواحد بيبقى مش عارف يقول ايه، فبيقول برضو كلام زيه شكر وكده وكلام جميل برضو. يعني هو كده بيبقى طبيعة الموقف مؤثر، وهو الحقيقة دايما بيبقى لطيف جدا وكريم. صحيح. جدا ومشجع جدا. صحيح. النهارده شفت قصص الشهداء وقصة الشهيد المصاب الشجاع البطل ده، وقصص كتير جدا اللي شفناها كلها كانت مؤثرة جدا جدا، فكان كل الجو العام مفعم بمشاعر وبعواطف وكده جياشة، لأننا كلنا كنا متأثرين. صحيح. وهو الرئيس عنده حق، احنا في قصة اننا يعني لازم دايما نفتكر ان احنا فعلا في يعني وصلنا اخيرا انه بقى في انه قضينا على الارهاب زي ما قلنا النهاردة، واول أيوة. مرة هيروح العريش، شوف من امتى، من 10 سنين مثلا. صحيح. يعني صحيح. فيعني احنا مش حاسين بالمعارك دي والتضحيات دي كما يجب. يعني طبعا كنا بنتقطع لما حد من ولادنا يتضرب ولا يموت وبنحزن وكده،
بس يعني أخذت سنين طويلة عشان سينا تنضف وعشان الإرهاب يتوقف. يعني بقى تضحيات وسنين وكفاح، ودي حاجة برضو كان من الأخبار الجميلة جدا جدا اللي قالها لنا النهاردة، إنه خلاص يعني أخيرا قال تقريبا إيه حاجة 90% 99%، قال لنا 100% أو يعني اعتبروها 100% لأن هي الفروق بسيطة جدا. ف ده خبر سعيد طبعا جداً. ده خبر عظيم عظيم. فيعني برضو دي بص بقى المجهود اللي اتبذل من ولادنا ومن أبطالنا، التضحيات اللي اتقدمت كانت كتير كتير وغالية. يعني دكتور منى أنا بشكر حضرتك وأهنيكي مرة تانية، ويا بختنا بحضرتك ويا بختنا بالأستاذ صلاح مما لا شك فيه والله العظيم. وأتمنى أن احنا نشوف حضرتك قريب جدا بإذن الله. كل الشكر لحضرتك ألف فندم. شكر ألف شكر شكرا يعني. لحضرتك يا فندم كل الشكر. الدكتور منى ذو الفقار طبعا غنية عن التعريف، وطبعا غني أيضا عن التعريف أنها ابنة فنان عظيم وكبير وبديع ورائع، ضابط الشرطة الراحل رحمة الله عليه الأستاذ صلاح ذو الفقار.